يعني هذا كله قدام بيتي، بيتي انا مش قادر اخشله بالكراج، ولا انا قادر اسوي اشي. البلدية اجوا حفروا، هاي حفر يعني، وتركوا حفريات، وهي داري يا اخوان، هاي كراج وهي بابي، يعني البيت مسكر علي له اكثر من اشهر. اسالكم بالله، يعني هيك صحيح حفرات؟ طلع سكر علي داري، طلع حفريات قدام الباب، لا بقدر افوت ولا السيارة ولا اعمل اشي في داري. تفضل. هذا دليل قاطع. واي الهون المي بتبرك قدامكم، هذا مش حل، لازم يصير لها منه.